بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب، مرة أخرى ألتقي بكم مع مقرر الحاسب ألف التعليم، إعداد الدكتور أحمد صادق عبد المجيد، كلية التربية، جامعة الملك خالد. والمحاضرة الرابعة: فيروسات الحاسب. الفيروسات. أهداف الدرس: عزيزي الطالب، في نهاية هذا الدرس يجب أن تكون قادرا على أن 1- تعرف الفيروس بصورة صحيحة، 2- تناقش مصادر فيروسات، 3- تفرق بين أنواع الفيروسات، 4- تتعرف على أعراض الفيروسات بدقة، 5- تتعرف على طرق الوقاية من الفيروسات. فيروسات الحاسب. أولا، تعريف الفيروس. تعريف الفيروس هو برنامج يتم تصميمه بهدف التدخل في مكونات وأعمال البرامج المتوفرة على الحاسب من خلال انتشاره دون الشعور بوجوده، ويؤدي المهمة التي تم تصميمه من أجلها. مهمة الفيروس: وقد يكون من مهمته تدمير ملفات معينة في الحاسب أو غيرها من المهام التي تؤدي إلى تعطيل أو إحداث الضرر في جهاز الحاسب الآلي. ثانيا، مصادر الفيروسات. من أبرز مصادر الفيروسات الآتي: 1- هواة الحاسب أو الذين تم فصلهم من عملهم في بعض الشركات ويكون ذلك انتقاما من الشركة. 2- المنظمات الإرهابية. 3- الشركات التي ترغب في إحداث خسائر للشركات المنافسة. ثالثا، أنواع الفيروسات، وهذا الجزء مهم جدا عزيزي الطالب. من أبرز أنواع الفيروسات الآتي: 1- فيروسات قطاع التشغيل بوتسكتور، وتوجد في الجزء المخصص لتشغيل الحاسب، وهذا الفيروس يدمر ملفات النظام. النوع الثاني، فيروسات الملفات، وتوجد في ملفات التشغيل والنظام وبرامج التشغيل، وهي الملفات التي يكون امتدادها OVI, BIN, SYS, EXE, COM. 3- فيروسات تنشأ داخل ملفات البرامج، وهذه الفيروسات تختفي في وسط البرامج إلى أن يأتي موعدها المحدد وتقوم بتدمير البيانات، وتسمى تروجن هورسز. رابعا، أعراض الفيروسات. من أبرز أعراض الفيروسات الآتي: 1- كسر توقف الجهاز عن العمل. 2- تغيير حجم وتاريخ ملفات. 3- عدم السيطرة على لوحة المفاتيح والفارة. 4- تعطيل بعض الأجهزة عن العمل. 5- مسح البيانات الموجودة في الجهاز. 6- بطء تشغيل النظام. 7- تعديل البيانات الموجودة في النظام. 8- غلق وفتح جهاز بصورة تلقائية. 5- الوقاية من الفيروسات. من أهم الطرق التي يجب الأخذ بها للوقاية من الفيروسات التالي: 1- تخزين برامج الوقاية من الفيروسات في جهاز الحاسب، بحيث يتم فحص القرص أو الملف الجديد قبل تحميله على الجهاز. ومن أشهر هذه البرامج برامج نورتون أنتي فيروس، وكذلك برنامج مكافي فيروس سكان، وغيرها من البرامج الخاصة بفحص الجهاز من الفيروسات. 2- عدم تحميل البرامج المجانية من الإنترنت. 3- وهذا مهم جدا، عدم فتح ملفات المجهولة التي لا تعرف مصدرها في بريدك الإلكتروني. والآن عزيز الطالب، مع التقويم حاول الإجابة عن الأسئلة الآتية: 1- ما هو الفيروس؟ 2- ما هي أنواع الفيروسات؟ 3- ما هي أعراض الفيروسات؟ 4- كيف يمكنك الوقاية من الفيروسات؟ وشكرا لك.